قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال بث مباشر بعد حفلها في دبي، وده بخصوص سقوطها على المسرح. الوقعة دي حصلت قبل كده مع فنانين كتير، وانا صعبانة عليا نفسي بس من الحركة دي. الإصابات احنا واخدين عليها وجسمنا نحس منها، لكن الفكرة في السوشيال ميديا وتضخيمها للي حصل. الناس على الميديا هتاخد الوقعة دي وتزودها وتعمل منها أفلام كتير، ولكن أنا أوعد الجمهور إني مش هغيب عنهم تاني وهقدم لهم أعمال كتيرة. ما تحاسبنيش على ذنب عملته أنت يا حبيبي، وما تلومنيش طول عمري بخاف إنك خيانتك ليا ما فيه عمري ما شكيت لو حكيت.